الآن مشتركي الكرام نتحدث عن ملف، شوفوا الربط الآن، نتحدث عن نقابة المعلمين الأردنيين مع وزارة التربية منطقي يعني، ولكن نتحدث عن موقف نقابة المعلمين الأردنيين من توني بلير. نعم، توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق. شو علاقة نقابة المعلمين مع توني بلير؟ راح يطلعنا على ذلك نقيب المعلمين، فاسمحوا لنا أن نرحب بسعادة نقيب المعلمين الأردنيين دكتور أحمد الحجاية. دكتور أحمد مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام، تحياتي. تحياتي دكتور. يعني سمعنا عن استنكار لوجود توني بلير في إحدى يعني الفعاليات التي رعتها وزارة التربية والتعليم، شو القصة دكتور خبرنا؟ صراحة لا يخفى على أحد أنه توني بلير الرئيس الأسبق لرئيس وزراء بريطانيا الأسبق كانت له أيادي في الحرب التي شنت على العراق، وأيضا كذلك يداه ملطختان بدماء الأطفال ونساء العراق أيام الغزو الأمريكي على العراق. نعم. ولا يمكن لكل ذي ضمير ولكل صاحب مبدأ أن ينسى تلك الجريمة الكبرى التي حصلت لشعب العراق. ويأتي هذا الرجل بعدما زال من منصبه ليمارس الآن دور السلام ودور رسل السلام وأجيال السلام التي يدعيها في وطننا الحبيب وطننا الأردن. بصراحة احنا لا نؤمن بهذه الشخصيات ولا ببرامجها ولا بمشاريعها، وبالتالي من واجبنا بما أنه نقابة المعلمين من أهدافها المحافظة على رسالة التعليم وتنميتها وترقيتها، فهذا الأمر نرى في نقابة المعلمين من نوع من سياسة التغريب التي يعني تتجاذب أحيانا أبنائنا عبر مشاريع مشبوهة لشخصيات ليست مشبوهة فقط بل هي مرفوضة نهائيا وثابت بالدليل تلك الجرائم التي ارتكبوها في شعب عربي شقيق، أطفال ونساء وأبرياء. نعم. من هنا كان لنقابة المعلمين يعني يقول ما يعني ما علاقة نقابة المعلمين بتاريخ هذا الرجل؟ يعني احنا حابين الحقيقة نبين عن واضح ان هناك دور جديد لنقابة المعلمين اوسع من دائرة المدرسة والغرفة الصفية، واضح انه في رسالة لنقابة المعلمين من الاشتباك في مثل هذه القضايا دكتور. نعم، نقابة المعلمين هي مؤسسة ذات قانون وقوانينها تسمح لها بمحافظة على القيم والمحافظة على الاخلاق والمحافظة على الرسالة العلمية والوطنية، فإذا كان المعلم ونقابة المعلمين والشرفاء والأحرار والمؤسسات الوطنية ما تتصدى لهذا الأمر أقل ما يمكن بالكلمة، فمن يتصدى له؟ فنحن في نقابة المعلمين بما يسمح فينا الدستور والقانون أننا نتحدث ونبدي رأينا وننبه ونحذر من كل هذه المشاريع المشبوهة والمتصهينة والتي للأسف الشديد يعني لها مدة من سنوات يعني واقعة على وطننا الحبيب. نعم. وبالتالي احنا في مؤامرة كبرى، البلد يخضع ويكاد يكون هناك عليه مؤامرة كبرى وصفقة القرن وما حولها، وبالتالي هذه المشاريع للأسف هي تسهم في تنفيذ هذه المؤامرات وتضعف بلدنا وتضعف قيمنا التي احنا نتمسك فيها ونتمسك بأوطاننا بناء على ذلك التراث العميق الكبير الذي لا نسمح لأحد بأنه يعني يأخذ منه شيء أو يلتزم منه شيء أو ينتهك من هذا الأمر شيء. يعني لخص لنا دكتور يعني هذه الدقائق حصة، وهي حصة دراسية مهمة جدا تعم الطلاب وغير الطلاب من أولياء أمورهم، وموقف النقابة كله عبارة عن حصة خارج إطار المنهج. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الحجاية نقيب المعلمين الأردنيين. طبعا الصورة اللي بتشوفوها أمامكم هي صورة مشاركة توني بلير وبجنبه معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني، هو كان معنا الأسبوع الماضي يعني، ونحترم هذا الرجل، ولكن هذا الموقف فعلا النقابة كان لها تعليق عليه، وهو وبالمناسبة توني بلير رفض مؤخرا يعني رفض الاعتذار للشعب العراقي يعني، ورفض الاعتذار في بريطانيا نفسها أن يقول أن أنا أخطأت في خوض حرب العراق، ومع ذلك لا يطلق مبادرات يعني أجيال عالمية ومش عارف إيش زي ما حكى الدكتور أحمد لكي يسوق وكأنه رجل سلام على مستوى العالم، وهو في الواقع والحقيقة عكس ذلك. يمكن في مصلحة لوزارة التربية والتعليم في استفادة معينة، لكن لابد من التأكيد
بهذا الموقف اللي ذكره الدكتور أحمد تعبير عن نقابة المعلمين الأردنيين، إنه إحنا أجيال والنشأ يعرفوا من هو توني بلير ويعرفوا شو تاريخه وشو موقفه، وهذا في يعني حصة معلومات عامة تتعلق بقضايا الأمة، أطفال العراق أشقائكم يعني أطفالنا في المدارس، ثم أيضا يعني نالوا ما نالوا من هذا العدوان البريطاني الأمريكي الدولي، وهذه هذا الموقف يفترض أن نؤكد على الأجيال جيل تلو الجيل حتى يكون لدينا الجيل الواعي الذي نبحث عنه وهو خارج إطار فقط الجلد والكتاب. أنا أشكر نقابة المعلمين الحقيقة على هذا الموقف. نذهب إلى وقفة قصيرة ثم ملف أخير.